أنا من وزارة الداخلية البيان التالي: صرح مصدر أمني بتداول بعض صفحات الإنترنت دعوات بالتجمع أمام نادي الزمالك اعتراضا على قرار اللجنة الأولمبية بشأن إيقاف رئيس النادي، وتحذر الوزارة من أي تجمعات خارج الإطار القانوني، وستتخذ الوزارة حيال ذلك الإجراءات القانونية الفورية بكل حسم، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالطرق الشرعية في التعامل مع قرار اللجنة. أقول تاني يا جماعة، الآن وزارة الداخلية تحذر على لسان مصدر أمني مسؤول. صرح مصدر أمني مسؤول بتداول بعض صفحات الإنترنت دعوات بالتجمع أمام نادي الزمالك اعتراضا على قرار اللجنة الأولمبية بشأن رئيس النادي، وتحذر الوزارة من أي تجمعات خارج الإطار القانوني، وستتخذ الوزارة حيال ذلك كل الإجراءات القانونية الفورية بكل حسم، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالطرق الشرعية في التعامل مع قرارات اللجنة الأولمبية. وده اللي أنا حذرت منه امبارح، وقلت إن بلدنا قوية، بلدنا فتية، بلدنا فيها رئيس قوي، زعيم عظيم اسمه عبد الفتاح السيسي. تحية لوزارة الداخلية، وتحية لكل جماهير نادي الزمالك الذين أبطلوا مفعول أي مؤامرة ويرفضون هذه التجمعات، وتحية لوزارة الداخلية على إصدارها لهذا التنبيه الهام، لأن خلال الساعات الأخيرة، وسنكشف ذلك، ساعدت قناة الزمالك من خلال دعوتها للفتنة للتجمهر البعض الجماهير أمام نادي الزمالك، وقد تم وضع مخطط محكم مدفوع لتجمع البعض أمام نادي الزمالك احتجاجا على قرارات اللجنة الأولمبية. وأنا قلت امبارح إن كلام مرتضى منصور ليس اعتباطا، وأنه يهدد الدولة، وأنه يقول إنه بيطالب الناس بالهدوء، وقناة الزمالك وكل اللي شغالين في قناة الزمالك يدعون إلى الفتنة. وناديت بضرورة أن يكون هناك وقفة، لأن الزمالك حاجة وما يحدث مع رئيس نادي الزمالك حاجة تانية. مبروك للزمالك الفوز على سموحة، والنهاردة احنا فرحانين بالفوز على سموحة، وبيدل على أن كيان الزمالك لن ينهار، وفريق الكورة فاز عن جدارة 2-1 وصعد لدور الثمانية على حساب نادي سموحة، وده بيؤكد أن النادي حاجة ومرتضى منصور حاجة تانية. والدليل على كده أن فريق الكورة لم يتأثر بهذه القرارات، وفاز 2-1 على حساب سموحة وصعد للدور الثمانية بعد أن فاز 2-1 على سموحة في مباراة انتهت منذ دقائق. مبروك فوز الزمالك على سموحة، ولا للدعوات التي من شأنها أن تدعو للفوضى في البلد، وما فيش حد فوق القانون. وامبارح كان في ترند تصدر مصر والوطن العربي: القانون فوق مرتضى، تصدر مصر والوطن العربي. وكمان النهارده كان في ترند مهم جدا: بره الزمالك يا مرتضى. ده حاجه والنادي الكيان حاجه تانيه. والدليل على كده، النهارده فوز الزمالك ولم يتاثر الزمالك بهذه القرارات، وفاز الزمالك وصعد وجماهيره فرحانة، والزمالك حاجة ومرتضى منصور حاجة تانية. اللي بيقول مرتضى هو الزمالك مدفوع ومأجور، والذي يدعو إلى الفوضى ونزول الناس في الشوارع سيدفع ثمن ذلك غاليا، أعاود وأكرر: صرح مصدر أمني بتداول بعض صفحات الإنترنت دعوات بالتجمع أمام نادي الزمالك اعتراضا على قرارات اللجنة الأولمبية بشأن رئيس النادي، وتحذر وزارة الداخلية من أي تجمعات خارج الإطار القانوني، وستتخذ حيال ذلك الإجراءات القانونية الفورية بكل حسم، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالطرق الشرعية في التعامل مع قرار اللجنة الأولمبية
وعقوباتها ضد رئيس نادي الزمالك. كمان الأستاذ عمرو أديب نشر التصريح الأمني على MBC خلال برنامجه الحكاية، ونحن نؤكد مرة أخرى ونناشد جماهير الزمالك بريئة من هذه الدعوات، هذه صفحات مأجورة زي ما بيقول الأستاذ محمد الشورى. أهو الزملكاوية معايا، احنا ليس لنا علاقة، فريقنا فاز وفرحانين بيه، وليس لنا علاقة بمرتضى منصور. أخطأ ولا بد أن يطبق عليه القانون، أخطأ ولا بد أن يطبق عليه القانون. وأناشد الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الزمالك ومذيع قناة الزمالك وكل الضيوف الذين ناشدوا الجماهور بالخروج أمس على مدار أكثر من 3 ساعات، يدعون للفتنة والتحريض والخروج على الأمن ونشر الفوضى. والنهاردة تقدمت بلاغات في المجلس الأعلى للإعلام ضد هؤلاء المذيعين والضيوف، وكمان بلاغات في النيابة العامة. مرة تانية أؤكد، النهاردة الزمالك فاز لأنه كيان كبير، النهاردة الزمالك فاز لأنه لا يتأثر بأحد، النهاردة الزمالك فاز وبنقول مبروك لكل الزملكاوية. الزمالك مش مرتضى ومرتضى مش الزمالك. عايز احيي النهاردة لعيبة الزمالك الرجالة وحيي جمهور الزمالك واقول لهم مبروك الفوز والصعود. وانوه الى ان هناك بعض الدعوات المأجورة، هناك بعض الصفحات المدفوعة، هناك بعض الصفحات التي تدعو الى الفتنة زيهم زي قناة الزمالك واللي شغالين عليها، يدعو الى الفتنة ونزول الناس الى نادي الزمالك. هذه صفحات مأجورة قابضة من مرتضى منصور، والدولة لن تسمح بفوضى. وانا عايز لكم فيديوهات النهاردة بالمؤامرة واللي حصل فيها ودعوة مرتضى منصور لبعض الصفحات اللي بيقبضها مرتبات انهم ينزلوا ويجوا عند نادي الزمالك عشان يبقوا ضد البلد وينشروا الفوضى ويعكروا الصفو العام. بلدنا مش متحملة ان الكورة تعمل شوشرة. بلدنا الحمد لله، بلدنا بإذن الله بإذن الله بإذن الله لا مرتضى ولا غيره يقدر يهدها ولا يلعب في استقرارها. بلدنا ضد الفوضى. أهو حضراتكم جاءنا الآن صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، مصدر أمني مسؤول، بأن هناك تداول في بعض الصفحات على الإنترنت، تتداول دعوات بالتجمع أمام نادي الزمالك اعتراضا على قرارات اللجنة الأولمبية بشأن رئيس النادي، وتحذر الوزارة من أي تجمعات خارج الإطار القانوني، وستتخذ حيالها الإجراءات القانونية الفورية بكل حسم، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالطرق الشرعية في التعامل مع قرارات اللجنة الأولمبية. والدليل على أنه بينشر الفوضى، النهاردة الزمالك فاز والحمد لله، العيال رجالة وفازوا 2-1 على سموحة. بدل ما يطلع يقول لهم مبروك، بعت رسائل تهديد للمهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، لأنه هو بينشر الفوضى، هو بينشر العنف، هو بينشر قلة الأدب والخروج عن القانون. أدعو حضراتكم، أهو المهندس محمد فرج عامر نزل على صفحته أول رد فعل بعد مباراة الزمالك، مرتضى منصور بعت لي الرسالة دي ورحمة أمي لحبسك. أهو أهو بعته على تليفون المهندس محمد فرج عامر، هدده قال له رحمة أمي لحبسك. بدل ما يطلع يقول مبروك للفرقة، وبدل ما يدعو للهدوء، وبدل ما يقول مبروك لجماهير الزمالك، هو زعلان ان الزمالك فاز. هو النهاردة كان عايز الزمالك يتهزم عشان يطلع يغني ويقول اللعيبة ما عرفتش تلعب علشان مرتضى مش معاهم، عشان خايفين على مستقبل النادي، علشان مرتضى لو مش النادي هيتدمر. هو اول واحد حزين بالفوز على سموحة مرتضى منصور. الدولة تحذر من الفوضى، الدولة تحذر من الخروج على القانون،
احنا في دولة قوية. وتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال الشرطة الذين يواجهون بكل قوة أي خروج عن القانون. وتحية لجيشنا القوي الذي سخره الله لنا ليحمينا أرضا وجوا وبحرا وفي كل مكان في كل ربوع مصرنا المحروسة مع شرطتنا الباسلة. وتحية لقضائنا الشامخ. واتخذ إجراءاتك القانونية، اتخذ إجراءاتك القانونية. يعني أنت حضرتك بتقول أنا رجل قانون، رجل قانون تدعو إلى الفوضى؟ بدل ما تقول مبروك لجماهير الزمالك، زعلان إن الزمالك فاز. النهاردة أنا بحيي لعيبة الزمالك الرجالة، وبقول مبروك لجمهور الزمالك. بدل ما تحيي جمهور الزمالك، وتقول اللعيبة في أزمة، طلعوا رجالة، وإن هناك فرق ما بين الإدارة وفرقة الكورة، وانت شتمت مصر كلها ولازم تتحاسب، ولازم تتحاسب. بدل ما تلجأ للقانون وتعمل التماس بتبلطج. عايز تدعو الناس انهم يعملوا فوضى في الشوارع ومين عايزيبك؟ وزارة الداخلية تحذر من الخروج الى مثل هذه الدعوات او ان حد يستخدم أمن مصر لعبة حتى ولو في الكورة. مرتضى منصور أخطر على مصر من الإخوان ويتساوى بيهم. وأنا قلت لكم أهو، أنا أو الفوضى، أنا أو الفوضى. النهاردة بيبعت رسالة لفرج عامر بيقول له وحياة أمك لحبسك. بدل ما يقول مبروك لجمهور الزمالك، زعلان، زعلان إن الزمالك فاز. النهاردة على فكرة لأول مرة أجد ناس كتير جدا أهلاوية وزملكاوية فرحانين لفوز الزمالك، علشان كان مرتضى يتمنى إنه يعكر صفو الشارع المصري، وإنه يستغل ده على كان خاطر ينشر الفوضى. أسلوب بلطجية. بيان وزارة الداخلية واضح، بيان وزارة الداخلية واضح. وأقوله تاني، صرح مصدر أمني مسؤول أهو، بيان وزارة الداخلية واضح. وولادنا وشبابنا الزملكاوية في كل الأعمار هم وطنيين، وهم رجال محترمين، ولا يدعون إلى الفوضى ولا يخرجون عن القانون. عايز إيه من شبابنا؟ عايز تودي شبابنا فين؟ عايز تودي شبابنا فين يا مرتضى؟ عايز تولع في إيه تاني؟ أنا أو الفوضى؟ زيك زي محمد مرسي؟ أهو ادي البيان يا جماعة، اهو التصريح، وزارة الداخلية تحذر اهو. واحنا بدورنا بنكمل نفس الدور مع بلدنا ومع وزارة الداخلية، وندعو للهدوء وضبط النفس، وفي اجراءات قانونية كل واحد يتخذها. طبعا مرتضى ما عنده الظهير من الجماهير ولا عنده شعبية، والنهاردة انا احكي لكم حاولوا يجيبوا توقيعات لاعضاء جمعية عمومية، لموا 6 توقيعات وقال لك نضرب الباقي عكان يدعو الجمعية عمومية، عكان يدعو الجمعية عمومية ضد اللجنة الأولمبية وضد المؤسسات وضد القانون وضد الشرعية. أهو بيان وزارة الداخلية أهو، صرح مصدر أمني بتداول بعض صفحات الإنترنت دعوات بالتجمع، بالتجمع أهو، دعوات بالتجمع. شايف؟ والله العظيم كتائب الإخوان المسلمين الإرهابيين المتأسلمين دخلوا على الصفحات اللي عاملها مرتضى المدفوعة وقاعدين يولعوا في البلد. أقسم بالله إن الإخوان الإرهابيين أول ناس كانوا حزانة بقرار عقوبة مرتضى منصور وإيقافه 4 سنين، وهم النهاردة اللي بيسندوه في الفوضى. بص حضرتك، صرح مصدر أمني بتداول بعض صفحات الإنترنت دعوات بالتجمع أمام نادي الزمالك اعتراضا على قرار اللجنة الأولمبية بشأن رئيس النادي، وتحذر الوزارة من أي تجمعات خارج الإطار القانوني، وستتخذ حيالها الإجراءات القانونية الفورية بكل حسم، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالطرق الشرعية في التعامل مع اللجنة الأولمبية. إياكم أن تنصاعوا لهذه الدعوات، هي دعوات مأجورة
ومدفوعه من صفحات بتقبض من مرتضى منصور وعياله ويغذيها جماعه الاخوان المسلمين الارهابيين. للاسف الشديد قلت لكم امبارح وناديت تامر بمرسي، قلت له اعلام المصريين والشركه المتحده احذر من اللي بيحصل على قناه الزمالك، احذر من احمد جمال ومن طارق الغندور ومن كل الناس وطارق يحيى وخالد الغندور وكل الناس اللي كانت في الاستوديو يدعون الى الفوضى ونشر الفوضى في الشوارع. امبارح كانوا بيتكلموا صراحة بيقولوا للجمهور انتوا ساكتين ليه؟ وهناك شباب وولادنا 13 الى 18 سنة يسمعوا هذه الدعوات يقول لهم النادي بيتدمر، الحق الزمالك بيتدمر، الحق الزمالك بيتدمر، والزمالك ليس له أي علاقة. الزمالك ليس له أي علاقة. الزمالك ليس له أي علاقة من قريب أو من بعيد. الزمالك ليس له أي علاقة من قريب أو من بعيد. الزمالك حاجة ومرتضى حاجة. الزمالك النهاردة فايز على سموحة، فرحانين بالزمالك، فرحانين بلعيبة الزمالك، بنهني الزمالك، لأن الزمالك مش مرتضى منصور. واللجنة الأولمبية أكدت، والأستاذ هاني العتان نائب رئيس نادي الزمالك الشرعي امبارح قال على جماهير الزمالك أن تعي أن الزمالك ليس مرتضى منصور، وأن مرتضى منصور أساء للزمالك ولا بد من تنفيذ القرارات، وطالب الوزير بمنعه من دخول النادي وتنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية. النهاردة ردود أفعال كلام الأستاذ هاني العتان لدى كل الزملكاوية كلها احترام. مرتضى يدعو للعنف والفوضى، وهاني العتان يناشد جماهير الزمالك بتشجيع فرقتها والوقوف خلف نادي الزمالك وما لهمش علاقة بما يحدث. رئيس الزمالك اتعاقب بالقانون ومن خلال اللجنة الأولمبية عليه يلجأ للقانون واللجنة الأولمبية. امبارح هاني العتال كان حاسس. امبارح هاني العتال وهو بيخاطب جماهير الزمالك والزملكاوية وبيقول أنا خايف على نادية وبدعو كل الجماهير بالالتفاف خلف ناديهم فقط. ناديهم فقط. وتشجيع الجهاز الفني بقيادة باتشيكو ومساندة اللاعبين. الزمالك كلنا معاه. ده كان كلامي هاني العتال. وقال له حافظوا على الزمالك وإياكم والفوضى وما تسمعوش للفوضى هتاخدكم إنكم انتوا تبعدوا عن ناديكم. لا مرتضى الزمالك ولا الزمالك هيكون مرتضى منصور. مهما عمل لن يكون المخلوع مرتضى منصور رئيسا ثانية لنادي الزمالك. المخلوع مرتضى منصور لن يدعو للفوضى ونسكت. أنا بحيي هاني العتال على دعوته وبكرر كلامه تاني إلى جماهير الزمالك، اسمعوا كلام هاني العتال، ناديكم ثم ناديكم ثم ناديكم. مرتضى تعاقب لأنه أخطأ، يتحمل المسؤولية ويلجأ للطرق الشرعية. المعزول مرتضى منصور لن يجعلها فوضى. وتحية لنائب رئيس النادي الشرعي مرتضى منصور اللي كشفوا هاني العتال، النائب الشرعي مرتضى منصور اللي فضحوا هاني العتال وتوقع وقال يا جماعة لو سمحتوا كلنا خلف الزمالك وعايزين نساند الزمالك وملناش علاقة خالص بمرتضى منصور، هو واللجنة الأولمبية والقوانين، احنا مع نادينا، احنا مع فرقتنا، احنا مع جماهيرنا.